الفريق سبب بالقرير، فالآن فقط كاين يعني محاولة أنه تكون انتدابات، ولكن لحد الآن باقي ما كاين حتى شي حاجة، لأن أول الجلسة اللي كانت غادي تكون مع المدرب حافظ عبد الصادق اللي كنا تحدثنا عليها في آخر مراسلة، فيعني ما كملاتش بحكم أنه يعني المدرب جالس المسؤولين ديال فريق شباب بن قرير. ولكن يعني في البداية ديال الحديث ديال أو في البداية ديال الجلسة كان الحديث على الأمور اللي دازت والتقييم ديال الموسم الماضي وكذلك المستحقات ديال المدرب والوضعية المالية ديالو. وقبل ما تكمل الجلسة فالمدرب غادر يعني بسبب المرض ديال الوالدة ديالو. بهذه المناسبة كانت من أول يعني الوالدة ديال السي حفيظ عبد الصادق يعني الشفاء، لأن كانت مرت بوعكة صحية، وهذا اللي خلى أنه ما يكملش الجلسة مع المسؤولين ديال فريق شباب بن قرير. ولكن إلى حدود الآن أيوم فحفيظ عبد الصادق يعني يستمر مدربا الفريق شباب بن قرير. يمكن باقي يعني الحديث على الموسم المقبل باقي ما دخلوش يعني المسيرين في التفاصيل ديالو، ولكن الى حدود الان حفيظ عبد الصادق مستمر مع فريق شباب بن قرير في انتظار انه تكون الجلسه اللي غادي تحدد فيها يعني الظروف والبرنامج ديال العمل خلال الموسم المقبل، واثناء وكذلك ايضا مرحلة ديال التحضير، لأنه إلى حدود الآن فريق شباب بن قرير باقي ما معروفش متى غادي يبدأ التدريب ديالو، فقط كاين بعض اللاعبين اللي يمكن تقرر أنهما غادروا الفريق بسبب نهاية ديال العقد ديالهم، وما كاينش يعني ما كاينش اتفاق على أنهم يجدوا الفريق، فاللي سالوا اليوم العقد فكاين بوبكر الحرارتي، كاين أيضا جمال إمغري، كاين كذلك أمين دغوغي، كاين الحارس عمر الزيدي، كلهم هذو لاعبين اللي انتهت العقود ديالهم مع فريق الكوك المراكو او فريق شباب الكرير عفوا، وباقي ما كاينش يعني المفاوضات، وربما لن تكون مفاوضات لتجديد العقد، ربما يعني لن يستمروا مع فريق شباب بالكرير. بينما حكيم بن العقايد فهذا يعني اللاعب اللي ربما يعني غادي يستمر، لانه كاينه رغبه من المسؤولين ديال فريق شباب الكرير انه يستمر مع فريق مع الفريق الرحماني. اما بخصوص الامور الاداريه فالى حدود الان يعني باقي ما تحددش الموعد ديال الجمع العام، كاين التحضيرات وكاين الامور اللي كتعلق بالتقرير الادبي والمالي، فهي يعني عاكفين عليها يعني لا المسؤولين او يعني لا الرئيس ولا كذلك امين المال، فهما يعني تعكفوا هاد الايام في الاداره ديال الفريق على اعداد التقرير الادبي والتقرير المالي باش يعني من بعدها فغادي تعين التاريخ اللي غادي يكون فيه الجمع العام، ولكن على ما تيبان بانه ما غاديش يكون تاريخ قريب، لانه الاولويه الان معطيه الجلسه مع المدرب والاتفاق مع اللاعبين اللي غادي يبقاو باش يعني يتم الحديث والحسن في الامور الماليه والمستحقات ديالهم، وكذلك انتداب لاعبين جدد. كاينين لاعبين اللي يعني مصادرنا الخاصه يعني تقريبا واحد ربعه ديال اللاعبين الفريق موقع معاهم عقود مبدئيه، وان كان ما بغاوش يكشفوا على الاسماء ديالهم، ولكن موقعين معاهم عقود مبدئيه في انتظار يعني القرار الاخير من المدرب حفيظ عبد الصادق. فغير ذلك فالى حدود الان مشاورات في الكواليس مع مجموعه من العناصر، ولكن حتى شي حاجه باقي ما كاينه رسميه، وبالتالي فهذا كيبين بان هو الناس ديال بن قرير الان يعني عاكفين على تجديد للمدرب او يعني تاكيد الاستمرار ديال حفيظ عبد الصادق مع الفريق، وكذلك تقويه الصفوف بعناصر جديده في انتظار انه يتعقد الجمع العام، اللي نذكروا بانه غيكون جمع عام انتخابي، لان هذه الولايه او السنه الاخيره من الولايه ديال المكتب الحالي اللي كتراسه عبد الرزاق غفار، وبالتالي فغادي نشوفوا يعني شنو يعطينا الجمع العام المقبل، واش غيستمر عبد الرزاق غفار وهذا هو الاقرب، أم أنه يمكن يكون وجه جديد يترشح لرئاسة الفريق وتكون لائحة جديدة، لأنه شباب بن قرير من الفرق اللي سبق أنه خدا الاعتماد ديالو كجمعية للائمة القانون ديالها مع القانون التربية البدنية والرياضة 3009، وبالتالي يمكن نشوفوا واش اللائحة اللي غادي يوضعها عبد الرزاق غفار هي اللي غتستمر، أم أنه يمكن نشوفوا لائحة واحدة أخرى. هادشي بطبيعة الحال غنعرفوا في الجمع العام اللي باقي ما تحدد ليش التاريخ ديالو،
وتنظن بانه يعني ما غاديش يكون شكون اللي مانع التاريخ يتحدد عادل؟ دابا كيف قلت ايوب الحد الان باقي ما شفناش حتى شي قرار من المكتب المسير اللي كنشوفوا هو يعني الحديث مع المدرب الحديث مع اللاعبين باش يقدر تكون الانطلاقه ديال التدريب عاد يمكن يتدارج من العام كيف قلت فكيبان بانه ما غاديش يكون في هذه الفتره ولا في هذه الايام اللي باقيه من شهر اكتوبر وبالتالي فتنظن بانه يمكن غادي تكون في العصريه من الاولى من شهر نوفمبر يعني غادي تبقى واحد العصريه مع انطلاقه الموسم عاد يمكن نشوفوا الجم العام هذا الشيء يعني الحساب ما كيظهر اما تاريخ محدد فلحد الان باقي المكتب المسير ديال شباب بن قرير ما عطاش حتى شي تاريخ معين. دابا نعطي الله ايوب بخصوص اخبار ديال فريق شباب بن قرير نبغي غير يعني نتقدم بالتعازي الامين المال ديال فريق شباب بن قرير سي سلامي العظيمي اللي توفى ليه العم ديالو يعني اليوم كانت يعني الدفن ديالو قبل قليل فقط ونبغي نتقدموا بالتعازي لسي سلامي العظيمي امين المال ديال شباب بن قرير وفاة العم ديالو ان الله وانا اليه راجعون. اذا كيف قلت ايوب هذا الشيء اللي عطى الله بخصوص اخبار اللي كتهم فريق شباب بن قرير اكيد انه الايام المقبله غتحمل الجديد لا بخصوص الوضعيه ديال المدرب لا بخصوص اللاعبين اللي غادي يجيو ولا كذلك الموعد ديال الجم العام وحنا بطبيعه الحال غنكونوا في الموعد باش نعطيو الاخبار للمستمعين الكرام ديالنا والمحبين ديال فريق شباب بن قرير.